أعزائي المشاهدين، صبحكم الله بالخير وين ما كنتوا، ونحييكم من خلال حلقة جديدة من برنامج في الضحى. طبعا نحييكم وصبح على الزميلة شوق وعلى جميع المتابعين ومشاهدين شاشة تلفزيون قطر. يعطيك العافية وأسعد الله صباحك بكل خير. مشاهدينا حياكم الله في يوم جديد، صباح جديد إن شاء الله يكون خير علينا وعليكم وين ما كنتم تتابعونا. ودائما نقول يا رب النصيب الجميل من كل شيء، وأيضا نتمنى تكون أخبار جميلة أكيد مع بداية هذا اليوم. نتمنى بالإضافة إلى ذلك أخبار أيضا جميلة فيما يتعلق ببورصة قطر. فننتقل مباشرة إلى زميلنا مروان أبو شنب، ونقول لك أسعد الله صباحك بكل خير في بداية الأسبوع والجلسة الأولى لهذا اليوم. أسعد الله صباح الزملاء شوق وخليفة والسادة المشاهدين في مستهل التداولات الأسبوعية من البورصة القطرية لهذا اليوم الأحد. وكما نعلم حراك اقتصادي قطري أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز التعاون في شتى أنواع القطاعات ما بين قطر والولايات المتحدة، وزيارة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أيضا شملت العديد من الولايات. ونبدأ بهذا الخبر، حيث حضر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارة سموه في مدينة ميامي. حضر الحفل عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الحاليين والسابقين وعمدة مدينة ميامي وعمدة مدينة نيويورك السابق، وعدد من رجال الأعمال والسياسة والمفكرين والأكاديميين والإعلام في الولايات المتحدة. وتبادل سمو الأمير المفدى الأحاديث حول سبل تعزيز فرص التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مدينة ميامي في مختلف المجالات منها الاقتصاد والتجارة وأيضا الاستثمار. كما تم تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. إلى ذلك أيضا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عقد وسعادة الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية اجتماعا بمقر القيادة في قاعدة ماكدل الجوية لدى وصوله طبعا. وفي بداية الاجتماع رحب قائد القيادة المركزية بسمو الأمير المفدى والوفد أيضا المرافق، وبحثا سبل تعزيز أيضا التعاون في المجالات الأمنية. أيضا التقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع سعادة السيد كارلوس جيمنز عمدة مدينة ميامي بمكتب العمدة، وجرى خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وفرص تطويرهما في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التبادل التجاري وأيضا الاستثمار. كما نعلم أيضا أن هناك موائد مستديرة عقدت على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة. هناك وفود من أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية، وخاصة أيضا برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. موائد مستديرة تناولت العديد من المواضيع. بالأمس كان هناك ثلاث موائد مستديرة ناقشت طبعا وأقيمت في مدينة ميامي في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي التي تشمل 4 ولايات أمريكية. تناولت
الفرص الاستثمارية في مجالات الاستثمار العقاري وفي أيضا الضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية. الجلسة الأولى طبعا كانت قد ناقشت فرص التعاون في قطاع السياحة والفنادق في بحضور مجلس السياحة في ميامي مع عدد من الشركات الفندقية الكبرى والشركات أيضا الاستشارية، وتم عرض مشاريع استثمارية بمدينة ميامي أمام رجال الأعمال القطريين. وفي المقابل دعا رجال الأعمال القطريون نظرائهم الأمريكيين للاستثمار في قطاع الضيافة في قطر وتعزيز الشركات في هذا القطاع. هناك أيضا جلسة أخرى كانت عن قطاع الصحي والطبي، وجلسة ثالثة كانت عن القطاع العقاري. من أخبار اليوم عن الشركات القطرية، بنك قطر الدولي الإسلامي يحصل على تصنيف جديد من وكالتين. الحقيقة الوكالة الأولى هي وكالة التصنيف الائتماني فيتش، وأيضا وكالة انتليجنس ثبتتا تصنيفه عند مستوى A لكلا الوكالتين، وهو ما يؤشر إلى المركز المالي القوي الذي يتمتع به بنك قطر الدولي الإسلامي. أوضح البنك في بيان له أن وكالة فيتش استندت في حيثيات تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي إلى الدعم الحكومي إزاء أي مستجدات يمكن أن تحدث، وذلك قياسا عن حالات سابقة حيث أظهرت الحكومة التزاما قويا بالقطاع المصرفي وبشركات القطاع العام الرئيسية، خصوصا وأن الدولة قادرة على دعم القطاع المصرفي مدعومة باحتياطياتها السيادية الكبيرة وعائداتها. فيتش نوهت إلى أن الدولي الإسلامي لديه أيضا حصة كبيرة جدا في سوق المصارف المحلية الإسلامية تصل إلى 13% كانت قد سجلت في العام 2017، ولديه قوة معتبرة لسيمة في قطاع التجزئة، ويسعى البنك إلى التوسع خارجيا، واستشهدت على ذلك أنه ساهم في إنشاء بنك في المملكة المغربية بالإضافة إلى احتفاظه بقاعدة رأس مال قوية عند حوالي 18%، وكذلك نسبة الموجودات السائلة عنده كانت قد بلغت 28%. كابيتال انتليجنت وهي الوكالة الثانية استندت في تصنيفها للدولي الإسلامي إلى قوة كفاية رأس المال والنمو الجيد لأرباح البنك، وهو الأمر الذي يؤكد مركزه الذي يعني يمكن أن يتعزز على المستوى المتوسط مع افتتاح الدولي الإسلامي لبنك في المغرب. أيضا اليوم من الأخبار المنشورة على نشرتها موقع بورصة قطر الخاص بالبنك التجاري، وقع البنك التجاري اتفاقية قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار بأجل لمدة عامين في السوق الأسيوي بخيار تجديد لمدة عام واحد، والتي تهدف إلى دعم الأغراض التمويلية العامة. شارك طبعا كل من بنك ميزوهو وبنك الصين المحدود وفرع مركز قطر للمال وبنك ESISI المحدود وهو شركة الإنماء الصناعي والاستثمار الهندية وبنك شينهان المحدود وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وأيضا تم تعيين بنك ميزوهو لإدارة حسابات القرض وكمنظم رئيسي مفوض للقرض ووكيلا له. ساهمت هذه الاتفاقية أيضا التي تم إطلاقها وإبرامها في الأسواق الأسيوية في تنويع مصادر تمويل البنك التجاري وجذب مقرضين لأول مرة للمشاركة فيه، على الرغم من التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة، ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد القطري ومكانة أيضا البنك التجاري. نعطيكم لمحة قبيل افتتاح الجلسة كيف كانت الصورة بالنسبة لإغلاقات الأسبوع الماضي بالنسبة للمؤشر العام للبورصة القطرية، والعديد من الأحداث دعمت المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي. المؤشر العام إذن كما نتابع وإياكم يسجل ارتفاعات في آخر إغلاقاته عند حوالي 1% مع 8792 نقطة، وأحجام التداول كانت بلغت 11 مليون ونصف المليون سهم، قيمة التداول 287 مليون ريال، عدد الصفقات تجاوز 3000 صفقة. بالنسبة للشركات التي ارتفعت خلال آخر الأسبوع، القطرية العامة للتأمين بنسبة فاقت حوالي 4.5%، البنك التجاري وأزدان القابضة والمجموعة الإسلامية القابضة، ولدينا أيضا الشركات المنخفضة أبرزها كانت دوحة للتأمين، زاد القابضة والملاحة القطرية ومزايا قطر. الشركات الأكثر انخفاضا كان أكثرها في دوحة للتأمين زاد القابضة والملاحة القطرية ومزايا قطر. طيب
بالنسبة لليوم طبعا على صعيد النتائج المالية المرتقبة، احنا سنشهد هذا الأسبوع بإذن الله بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة القطرية عن فترة الربع الأول من العام 2018، أولى شركات الإجارة ومن ثم يتبعها بنك قطر الوطني. يعني الأسبوع هذا سنشهد إعلان من شركتين تفتتح في هذه اللحظات. مشاهدة الكرام، جلسة التداول في البورصة القطرية والمؤشر العام في هذه اللحظات يسجل مستويات 8792 نقطة، كما نتابع وإياكم 8785 نقطة، منخفض بحوالي 7 نقاط، قيم تداول 16000، قيم أحجام تداول 18000 سهم، قيم تداول 462. نذهب مباشرة إلى الشركات المرتفعة وأبرزها كان الميرا في هذه اللحظات ب 140 ريال 98 درهم، كهرباء وماء 188 الأكثر انخفاضا اليوم، مصرف الريان في الصدارة عند حوالي 17%، 36 ريال 51 درهم، قطر للوقود 118 ريال، مزايا قطر 7 ريالات 21، بنك الدوحة 26 و6 دراهم مع انخفاضات تفوق 0.5%. الشركات الأكثر من ناحية النشاط كهرباء وماء مسعيد، صناعات ومزايا قطر. كما نعلم وأعود أذكر أنه هذا الأسبوع سنشهد إعلانات بدء الإعلان عن إعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة القطرية عن فترة الربع الأول، وسنشهد يعني عملية تأثر واضح ستكون بإذن الله مع هذه البيانات المالية، والتي بالضرورة إن شاء الله ستكون جيدة قياسا بأرباح نفس الفترة من العام 2016 وبالمقارنة حتى مع الربع الرابع من العام 2017، نظرا للأداء الكبير الذي شهدناه لأغلب الشركات المدرجة في البورصة القطرية خلال منذ بدء الحصار تحديدا النصف الثاني من العام 2017 وامتداده حتى لفترة الربع الأول من العام 2018. فبالتالي النتائج ستكون بإذن الله جيدة مقارنة مع الأرباح التي ذكرناها. سنقوم إن شاء الله في إطلالتنا الثانية 11 بتوقيت الدوحة، نعطيكم تفاصيل أوفى عن كل ما ذكرناه من أخبار وغيره من الأخبار، بتحليل أوفى عن مسارات السوق وأخبار الأسهم والاقتصاد القطري. الآن نعود إلى الزملاء خليفة وشوق في برنامج في الضحى، إليكم الزملاء. يعطيك العافية وكل الشكر وكل التوفيق لك زميلنا مروان أبو شنب. أكيد مشاهدينا جميع الأشخاص المهتمين بمعرفة مؤشرات البورصة لهذا اليوم أكيد تقدرون تتابعون برنامج جلسة الأعمال بعد برنامج في الضحى مباشرة. نعم أعزائي المشاهدين، راح ناخذ بعض اللقطات من دولتنا الحبيبة قطر في هذا الجو اليوم مطر، نقول الله يعطينا هذا الغيث ويزيدنا بإذن الله.
أعزائي المشاهدين، من بعد ما شفنا هذه المناظر الجميلة من دولتنا الحبيبة قطر، راح ناخذكم في جولة في صحفنا المحلية ونبتدي مع صحيفة العرب. أكيد أخبار محلية ومتنوعة نفس ما قال أخونا وزميلنا خليفة الرميحي، راح نبتديها بالعرب. والأرصاد تحذر من أمطار رعدية تصاحبها رياح قوية. حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية مفاجئة على الساحل، كما حذرت من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة 6 من مساء اليوم الأحد غائما جزئيا مع فرصة لأمطار على بعض المناطق، قد تكون رعدية أحيانا وغبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا على الساحل. أما في عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية. يمكن مع بداية هذا الصباح وبداية هذا اليوم شفنا بعض الأمطار موجودة، ودائما مشاهدينا إحنا نقول لابد إذا كان عندكم رحلة، إذا كان عندكم أيضا تبون تروحون البحر أو البر، لازم دائما تتأكدون تأخذون الحيطة والحذر وتشوفون المواقع الرسمية فيما يتعلق بالأرصاد، لأن سبحان الله يعني واحد لازم يكون يأخذ هذه الحذر ويشوف كيف هي الأجواء. نعم، تغيرات الجو اليوم لاحظنا أيضا من أمس لليوم تغير كبير. صحيح. كان هناك غبار، اليوم هناك أمطار خفيفة، وأيضا ما زال الجو قائم حتى الآن. نعم، في خبرنا الثاني من صحيفة الراية، مركز معايذر الصحي يستقبل المراجعين اليوم. يبدأ مركز معايذر الصحي استقبال المراجعين للمرة الأولى، وذلك خلال التشغيل التجريبي الذي يبدأ اليوم، حيث من المقرر افتتاح المركز رسميا الشهر المقبل لخدمة سكان مناطق معايذر 55 وأبو سدرة وروضة أبا الحيران والمعراض والسيلية. ودعا مصدر مسؤول بمؤسسة الرعاية الصحية المواطنين الراغبين في نقل ملفاتهم الطبية من مراكز أبو نخلة الصحي ومركز الريان الصحي ومركز أبو بكر الصديق الصحي إلى مركز معايذر إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو التوجه إلى مركزهم الصحي واستكمال إجراءات النقل. أكيد طبعا يعطيهم العافية، دائما هم حريصين على أنهم ينفذون الخطط التوسيعية أكيد في جميع المراكز وجميع القطاعات. ننتقل وياكم مشاهدينا إلى ثالث أخبارنا بعنوان انطلاق البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية. اخترنا لكم هذا الخبر من جريدة الشرق. برعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد الثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، انطلقت صباح أمس البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية، واللي نظمها مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بمشاركة 50 دولة عربية وأجنبية، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تستمر البطولة حتى 11 أبريل الجاري. كما وشهد حفل الافتتاح حضور كبير من الوفود المشاركة ومسؤولي الجهات الراعية، كما تم عرض فيلما وثائقيا تناول قصة الحصار الجائر المفروض على قطر من بعض الدول العربية وأهمية الحوار في حل مختلف الأزمات. طبعا أكيد مشاهدينا دائما وأبدا تلفزيون قطر وتحديدا كاميراتنا أكيد لابد تكون موجودة في أهم وأبرز الفعاليات والأمور، نفس ما احنا شفنا أيضا كانت كاميرا فيضحة موجودة أكيد تلتقط بعض اللقطات عن الافتتاح لما يتعلق أكيد بالبطولة الدولية الرابعة. تفاصيل أكثر راح نشوفها في هذا التقرير. هذه البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس اللي يقيمها مركز مناظرات قطر، وهي أكبر تجمع في العالم في المناظرات بخصوص المناظرات في العالم. طبعا عندنا 50 دولة مشاركة، وهذا العدد جدا كبير، أول مرة يعني يصل لهذا العدد. والمميز هذه السنة أن عندنا في 8 دول تشارك أول مرة في هذه البطولة، منها إسبانيا وكوسوفو وتايلاند وروسيا. هذه المناظرات تعطيك أصلاً فائدة لك أنت، تعيد فائدة عليك على نفسك. مثالاً على ذلك الجرأة
كيف تكون جريء قدام الناس انك تتكلم قدام مجموعه من الاشخاص ان تتواصل مع نفسك بشكل صحيح ولاجل التحكيم، وايضا كيفيه التعامل مع الناس، كيف انت تتعامل مع الشخص وتوصل معلومتك الصحيحه بشكل واضح. احنا هنا المحكمين الدوليين للمناظرات الرابعه في قطر فاونديشن، بيتم الاختيار من داخل قطر ومن ايضا الخمسين دوله اللي هم جايين يعملوا يشتركوا في المناظرات، بيكون من كل فريق محكم آخر. بنستند طبعا على قواعد تم وضعها من منظمة مناظرات قطر. إذن مشاهدينا دائما أكيد سعيدين لما قطر تحتضن نفس هذه طبعا البطولات. دائما احنا نقول الحوار الراقي يهدف إلى أكيد خلق الأجواء اللي نقدر نقول الإيجابية في الجميع المجتمعات. 50 مشاركة، نتمنى لهم أكيد كل التوفيق. نعم أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى خبرنا الأخير من صحيفة الوطن. القناص تطلق 26 من الشواهين للطبيعة. أعلنت جمعية القناص القطرية عن استعدادها لإطلاق الصقور في الطبيعة خلال هذا الأسبوع ضمن الحملة الثانية، وذلك بتطوير أكبر من أجل مواكبة الحملة ومتابعة نجاحها. ويأتي هذا الانطلاق بعد النجاح الكبير للحملة الأولى لإرجاع الصقور إلى الطبيعة التي قامت بها جمعية القناص القطرية بعد إطلاق 26 من الشواهين. وقال السيد محمد عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية إن جمعية القناص ستطلق 20 طيرا من الشواهين في ملكية صقارين قطريين، لافتا أن ذلك من عادات أهل قطر قديما، حيث كانوا في نهاية موسم القنص يرجعون الصقور إلى الطبيعة، كما أن أحياء هذا الموروث موجود عند الجمعية بالإضافة إلى حرص الصقاقير على إحيائها من جديد. طبعا أكيد يعني نقول لهم الله يوفقهم. بكل تأكيد هذه رياضة الأجداد والأباء، وأكيد هناك أيضا جمعية القناص القطرية دائما نشاطاتها طوال العام. اختشوق صحيح أكيد دائما هم نفس ما ذكرت يحيون يسعون إلى أحياء التراث بشكل عام، التراث القطري. نعم. إذن مشاهدينا وصلنا وياكم إلى آخر أخبارنا، لكن أكيد ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج في الضحى. نفس ما عودناكم دائما أكيد الفعاليات الموجودة نحاول نصورها قدر المستطاع. راح نروح إلى كتارة، ما راح نروح وايد بعيد قريب. وراح نشوف أكيد هذا الملتقى بهذا التقرير، ملتقى طبعا كتارة الثاني لآلة العود. تفاصيل أكثر راح نشوفها في هذا التقرير ولنا عودة. عزف منفرد لمقطوعة موسيقية في الهواء الطلق، يتناوب في تقديمها بعض المشاركين في مهرجان كتارة لآلة العود في نسخته الثانية. وصلات موسيقية متنوعة أبرزت قدرات ومهارات المشاركين في العزف، رسالتها هي تعريف الجمهور بثقافات متنوعة. أما هنا فقد حرص صناع العود والعازفون المشاركون في المهرجان على التعريف بالعود ومدى ثراء موسيقاه ودفء أوتاره ومساهماته الممتدة عبر السنين. في أعواد تركية تختلف عن الأعواد العربية. العواد التركية لها دوزان خاص، لها صوت مميز للفنون التركية، وفي ناس تفضل الصوت هذا. أغلب الأغاني يعني اللي العربية العظيمة حصلت من العود، فالعود هي آلة أنيسة للفنان، فلا يمكن أن يستغنى عنها أبدا يعني. أما العرض الرئيس فقد خصص بالكامل للمشاركات الفردية من 6 دول من بينها قطر، سلطنة عمان وإيران. قدم خلاله المشاركون وصلات موسيقية بمقامات متباينة، بدأ بعضها مألوفا لدى البعض ومجهولا لدى البعض الآخر. قدمت لونجا رياض، هي الموسيقى رياض السنباطي، وأغنية تصدق ولا أحلف لك للفنان طارق المداح. المهرجان يعني دوره مهم في الحفاظ على الآلة هذه الشرقية. قدمت اليوم ثلاث أشياء منوعة، بالأول تقاسيم حرة على مقام النهاوند،
ومقطوعة بعنوان ديسفرادا للمؤلف البرازيلي جاروتو لآلة الماندولين، وبعدها قدمت مقطوعة بعنوان هوس من تأليفي. عروض المهرجان حظيت بمتابعة كبيرة من الجمهور الذي تفاعل بشكل لافت مع مختلف المشاركات، وهو ما يؤكد أن آلة العود لا زالت تحتفظ بكثير من المعجبين والمحبين رغم التنوع في الآلات الموسيقية وتطورها. أعزائي المشاهدين، من بعد هذا التقرير شوق شفنا يعني كتارة نظمت هذا الحفل، حفل عالمي فعلا، حضور كبير أيضا. صحيح. يعني هناك العازفين من تألق في هذا الحفل، وهناك أيضا من قطر من هم تألقوا، وهناك من دول العالم. أصبحت فعلا هذه الموسيقى لقى للعالم وتقريبا للقلوب، وهي من أرقى الفنون أمانة يعني. والحلو أن يمكن سيدنا خليفة شفنا يمكن في بعض تنوع الآلات، لكن دائما إحنا نقول التركيز الأساسي على العود. دائما إحنا على العود. العود يمكن لأنه هو من أقدم الآلات. صحيح. الوترية فعلا يعني، ويمكن العود هو القريب للقلب، دائما يحتضن العازف. صحيح. لذلك يعني تألقوا فعلا هؤلاء العازفين، وأيضا اليوم أعتقد عندهم يعني ندعو أيضا من خلال برنامج الحضور والوقوف على هذه الموسيقى الرائعة والراقية في دولتنا قطر. نعم أكيد. الحين إحنا ما زلنا مستمرين، لكن شو راح نأخذ الحين؟ فاصل؟ راح نأخذ فاصل ونرجع إن شاء الله للمشاهدين الكرام. إن شاء الله. جميل مشاهدينا من جديد، وين ما كنتم متابعونا داخل قطر أو حتى خارجها، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج في الضحى، وتحديدا راح نبلش وياكم أكيد أولى فقراتنا لهذا اليوم راح نسلط الضوء على موضوع جدا مهم. راح نتكلم عن الهوية الوطنية. دائما الهوية الوطنية هي قضية انتماء وولاء، نعني فيها الشعب مواطني قطر والمقيمين على أرضها على حد سواء. والهوية الوطنية أكيد ترتبط بتفاصيل حياة الشعوب في الماضي الحاضر والمستقبل، وبشهادة الجميع الحمد لله تولي دولتنا الحبيبة قطر اهتمام كبير بالحفاظ على التراث والحفاظ عليه بشتى الطرق. ومن هذا المنطلق دائما نشوف أن المؤسسات والمراكز تعمل على دعم الهوية الوطنية من خلال إقامة الورش والفعاليات والدورات بهذا الخصوص. لذلك اليوم راح نسلط الضوء أكثر على ورشة دعم الهوية الوطنية اللي أقيمت بمركز الإعلامي للشباب. فخلنا نرحب بالسيدة عايدة الشيراوي، وهي طبعا مدربة متطوعة بالمركز الإعلامي للشباب. حياك الله معنا وأسعد الله صباحك بكل خير. صباحكم أجمل إن شاء الله في دوحة الخير، دوحتنا الحبيبة قطر الغالية علينا كلنا. يسعد صباحكم في الضحى. حياك الله. أستاذ عايدة، في البداية كلمينا عن إقامة هذه الورش وأهمية إقامتها. الصراحة المركز الإعلامي للشباب من المراكز الرائدة في دولة قطر، وكوني أنا متطوعة كمدرب معهم مع الفريق العمل، وجود هذه الدورات أو الورش التوعوية لأفراد مجتمعنا القطري وحتى أخواننا المقيمين لهدف سامي كثير. أكيد. من خلال تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز أيضا مفاهيم معاني هذه الهوية التي ننتمي لها في دولة قطر، تعزز فيهم روح الانتماء مثل ما تفضلتي عزيزتي، وبالإضافة إلى وجود أهميتها غرسها منذ الأجيال يعني. نعم. نبنيها من التنشئة العمرية اللي إحنا بالفعل نحرص عليها.
نعم، خلينا نقول احنا يمكن دائما لما نتكلم عن الهويه، لما نتكلم عن هذه المبادئ، احنا نقول فعلا يمكن تربينا عليها من واحنا صغار، هذا الشيء مغروس فينا. لكن جميل لما احنا يمكن بوجه هذا الحصار احنا قاعد نشوفها، بوجه هذه الازمات، ان احنا نعزز من خلال هذه الاشياء، من خلال تفاعلنا، من خلال الامور اللي احنا نقدمها. لذلك يمكن الورشه اختصت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. هي اوريدي كانت تقريبا تاريخ 28 مارس كانت البدايه وكانت الانطلاقه. شفتي اقبال كبير كان، صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا يمكن احنا الفتره اللي قمنا فيها هذه الورشه فتره امتحانات، صحيح. ورغم الظروف اللي كانوا يمرون فيها بعض اولياء الامور او حتى بعض الاخوه والاخوات من على المستويات التعليميه الخاصه، سواء كان المرحله الثانويه او الجامعه، الفئات العمريه اللي استقطبت هذه الورشه كانوا من فئه عمر 25 ل 35. لله الحمد اهميته لان بالفعل كانوا محتاجين حد ينبههم على شغلات كثيرة. صح. مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل الاجتماعي ترى عديدة ومتعددة، وفي الأوان الأخيرة طبعا مع الأزمة اللي احنا تعايشناها، ولله الحمد يمكن احنا دولتنا وحكومتنا فعلا واعية بهذا الجانب، ان احنا ما حسينا بشيء اسمه الحصار. صحيح. لكن هذا الشيء حلو جدا ان ابناء قطر كلهم والمقيمين عرفوا معنى التواصل الاجتماعي وشلون نقدر نوصله برسالة سامية ولإنجازات قطر، يعني هدفنا الإيجابي وليس السلبي. وأكيد أنا طرحت عدة أمور من خلال الإيجاب والسلب أيضا. نعم. شوق، أكيد يعني دائما تعزيز الهوية الوطنية ليس في قطر فقط، في كل دول العالم أكيد يحتفي، وأيضا هناك الكثير من طبعا من هم يمثلون بلدانهم. صحيح. سواء كانوا داخل قطر للشعوب الأخرى أو ضيوف لما يجون البلد، وأيضا نمثل دولتنا ونكون سفراء خارج هذه الدولة. لكن يعني ما مدى أقبال الشباب على هذه الورش؟ يعني يمكن تعزيز الهوية الوطنية والقيم الوطنية يمكن يتلقاها من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. يمكن من التلفزيون، من الصحافة، لكن أيضا من خلال ورشكم، يعني مدى الأقبال من الشباب وأيضا تفاعلهم معاكم في هذه الورش؟ بكل أمانة وبكل شفافية، الشباب كانوا جدا متحمسين لهذه الورشة. يمكن أنا كمدرب طلعت بأفكار واقتراحات فعلا رائعة راح أخطط لها إن شاء الله في المرحلة المقبلة. وأيضا تم الطلب أني راح يتم إعادة هذه الورشة مرة أخرى للفئة العمرية اللي ما بين عمر 16 لغاية 20، لأن هذه الفئة وايد يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ويحتاجون إلى التعريف بأهمية هذه الجانب. الشباب كانوا مؤثرين لأن فعلا لاحظوا التغيير الكم والنوع اللي صار في مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا عدة أنواع، كيف نستخدمها، متى نستخدمها، شنو مدى تأثيرها، صار حياتنا كلها مواقع التواصل الاجتماعي، وشلون نقدر فعلا مثل ما تفضلت أخوي العزيز نكون سفراء ممثلين لدولتنا داخل قطر وبرع قطر بالصورة. نعم. اللي فعلا قطر يعني تتمنى الأفضل لأبنائها، وهذه كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد حفظ الله، لأنه قاعد يركز على شعبه من هذا الجانب. نعم، أكيد احنا لما نتكلم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن للأسف شفنا خلال الفترة نقول من بداية الأزمة، بداية الحصار، كان هناك من بعض الدول دون ذكر أكيد أي أسامي، كان شفنا في شخصيات للأسف كانت خلينا نقول الإعلام الهابط نوعا ما، لكن احنا الحمد لله في دولتنا الحبيبة قطر كنا بالعكس كشعب وكقنوات وفي كل طبعا وسائل التواصل الاجتماعي حريصين على ان احنا ننقل رسالة ذات هدف، رسالة سامية، ودائما احنا نكون المستوى الأخلاقي الرفيع، واحنا شفنا هذا الشيء الحمد لله. نقدر نقول يعني معناته في وعي، لكن الأحلى لما احنا قاعدين نشوف ان في دورات تقدم اكثر لزيادة الوعي. نفس ما ذكرت يعني الحمد لله كان في إقبال وتم حتى ان طلب ان انت تعيدين هذا بالنسبه حق فئات معينه، تم طلب هذا الشيء. طيب اهم المحاور ركزتي عليها واهم المحاور اللي انت فعلا حابه تركزين عليها خلال الدوره القادمه او تضيفينها على النسخه الاولى من هذه المبادره؟ اهم محور ركزت عليه الهويه الوطنيه، كيف نكون فعلا ممثلين رائعين منجزين لدوله قطر من خلال ترخيص طبعا مبادئنا السامية من عاداتنا وتقاليدنا. مواقع التواصل الاجتماعي أساس أني أنا أوصل فكرة قطر وإنجازات قطر والفتاة القطرية أو الشاب القطري وحتى إخواننا المقيمين اللي عايشين بقطر شلون متعايشين معانا بالأوضاع هذه، ننقلها بالصورة الحقيقية. أيضا التأثير الإيجابي
للتأثير الإيجابي لو فعلا أنا استخدمت متى وما أثر على حياتي أيضا الأسرية، لأن في جوانب كثيرة قاعدة تأثر حتى على التنشئة على صح. الأطفال إن بعيدين أيضا عن أبنائهم إذا كان أو يعني الأباء والأمهات، أيضا حتى الأبناء بعيدين عن أبائهم من خلال الانشغال الدائم بالتواصل الاجتماعي. المنصات كثيرة، سواء كان الانستغرام سواء كان السناب شات إلى آخره، لكن أنا هدفي أن بعض الحسابات لابد أنها توعى من داخلها، يعني شخصية بارزة إعلامية مفترض أن يكون قدوة حقيقية لأجيال قادمة. هذا اللي أنا قاعدة أغرسه في دوراتي وقاعدة أحاول أبث فيه الجانب الأمل والتفاؤل والإيجابية. يعني نستخدمه شلون؟ مثلاً معالم قطر، إنجازات قطر، اليوم كان عندنا افتتاح لمعرض معين، افتتاح مثلاً لتوقيع اتفاقية فيها لبناء قطر 2030، ما هي تعنى ب2030 إنجازات قطر؟ هذه لو أنا استخدمتها وفهمتم هذا المفهوم، قطر بالفعل هي تقدمت وسوف تتقدم إن شاء الله بأبنائها. نعم، يمكن إحنا بعد خليفة بعد سبان الصور. نعم. أيوة. ممكن حتى نعلق عليها، هذه بعض الفعاليات أو الورش. هل هذه بالنسبة حق الورش اللي أنت قاعد تقدمينها كنتي؟ لا، هذه أنا الورش بشكل عام إحنا قدمنا يعني مثل نقول تفصيلية أكثر، ورش تحضيرية، يعني أنا حتى عملت نظام مسابقة، غيرت في مضمون العمل الحواري. هل من ضمن الورشة والمسابقة اللي أنت قدمتيها؟ يعني هي جزء منها ولكن مش الأساس. أنا ركز أنا كان في شوية حاول أن إحنا بعض السيدات ما كانوا حابين يتصورون فبخصوصية الموضوع، لكن أنا ركزت في الورشة أن الورشة تكون تعبيرية أكثر. عملت أجمل مسابقة من خلالها يكون في تفاعل تشارك. نعم أستاذ عايدة، أستاذ عايدة أكيد من خلال ورش، يمكن ورش كثيرة قدمته، لذلك يمكن الآن لا تتذكرين بعض الصور لأن كانت الورش فعلا كثيرة، لكن أيضا كيف نحافظ على هويتنا وتراثنا وتراث أجدادنا في ظل العولمة في هذا الوقت؟ يعني والآن أكيد مثل ما تشوفون كل مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل لطبعا توثيق الهوية الوطنية سواء صحيح. كان في قطر أو برا قطر، لكن احنا نركز على قطر على وجه التحديد، وهناك العولمة وما وراها من أشياء كثيرة يمكن لا يسعنا الوقت لذكرها، لكن كيف نحافظ على هوية أجدادنا وأبائنا اللي فعلا نقرسوها؟ ودائما نقول يمكن تتفق معي اختي شوق، يعني دائما نقرس الهوية الوطنية من نعومة أظافر أطفالنا. أكيد. يعني أكيد. لذلك احنا الآن نتكلم عن الشباب، لكن احنا نتكلم اليوم عن الشباب، كيف نقرس هذه القيم؟ وأكيد الأطفال تقرس منذ الطفولة. صحيح. طبعا الجانب اللي يهمنا اساسا في قطر هو الجانب احياء تراثنا عاداتنا، يمكن ركزت في احد الجوانب من الورشه العادات والتقاليد. نعم. انا لما اظهر صوره الفتاه القطريه او الشاب القطري، مهم جدا نحن نركز على هويتنا القطرية، حياتنا شلون كانت بسيطه وشلون احنا وصلنا وتقدمنا. يعني في مفهوم دائما عند الأبناء إن إحنا نبي نتطور، أوكي تطوروا، لكن في شيء للعادات والتقاليد ما ننساها. نعم. نرجع لأجدادنا وتراثنا القطري، لأن أحيانا الفعاليات اللي ممكن تتب تستخدمها في السناب شات أو في الانستغرام نزل فيها من الأشياء هذه اللي حتى الغرب يعرفون شنو عادات أهل قطر، وهذا الشيء حلو جدا أنك أنت تنتمي لهذه الأرض الطيبة وتغرس فيهم عاداتنا الجميلة. نعم. اللي فعلا حتى الغرب يبون يتعلمون منها ويبون يتعرفون عليها عن قرب. يعني نعم، دائما نقول قطر فعلا سباقة في هذا المجال، والدليل احنا قاعد نشوفه اليوم العديد من المسابقات، أهم المسابقات والجوائز اللي تقام، يمكن في كتارة على سبيل المثال دائما حريصة على إحياء الموروث البحري وأيضا على إحياء جميع الموارد. يمكن احنا حتى لما نتكلم اليوم ضمن الأخبار لما كنا نتكلم عن القناص، فأيضا هم دائما يسعون إلى أكيد إحياء الموروث. نعم، وإحنا دائما أيضا تراثنا وتراث أبائنا وجدادنا مستوحى من هويتنا الإسلامية قبل كل شيء، لذلك أكيد. الحفاظ على هذه الهوية وقرسها أيضا في الجيل القادم من الأطفال والشباب أكيد شيء مهم. أكيد. نعم. وإحنا أيضا يمكن قاعد نشوف هذا الشيء من خلال المدارس، أمانة قاعد نشوف المناهج بدأوا صراحة ومن زمان أصلا هم يدرسون العادات
والتقاليد وأهم التاريخ بما يتعلق بدولتنا الحبيبة قطر. فلو نتكلم عن تعليقك بما أنت مدربة أكيد في هذا المجال، تعليقك عن أهمية أن احنا فعلا ندخل في المناهج الأكاديمية عن عاداتنا وتقاليدنا. والله يمكن هذه من أهم التوصيات اللي دائما أنا أشارك، سواء كان على المستوى التدريب أو حتى على المستوى المحافل الدولية أو حتى المؤتمرات، أركز أن وزارة التعليم والتعليم العالي لابد ينظرون له بنظرة فعلا حقيقية. إحنا قاعدين نبني جيل، الهدف منا لما نقول الهوية الوطنية هي موجودة، هي مغروسة، هي موجودة بالفطرة فينا. يعني تربينا في بيوتنا وعلمونا أبائنا وأجدادنا وهذا مغروس فينا، لكن جانب اللي يقضي فيه الطفل أو الطالب في وقت المدرسة لازم يكرر ويكرر عليه هذه الأشياء، لأن بالفعل تغرس عنده في ذاكرته. وثاني شيء بيعطيه نوع من الانتماء والولاء والحافز، هذا جانب. إن حتى الجانب التعليمي مهم جدا، متى نستخدم هالمواقع وشن هي أهدافها وليش تبي تكون أنت ممثل لدولة قطر وسفير خير، سفير تمثل دولتك. هذه الأشياء لو تنغرس يوميا من المعلمين والمعلمات لأبنائنا بيخفف على الأسر الدور اللي هم قاعدين يكملونه بالبيت. يعني الجانب التنشئة الأسرية، الوالدين ومع الهيئة التعليمية راح يكونون عملية متكاملة. نعم نعم أستاذ عايدة، أيضا يعني أفضل السبل لطبعا اتباعها لقرس الهوية الوطنية، ولو تكلمنا الهوية الوطنية اليوم تتمثل في ملابسنا، في لهجتنا، في تصرفاتنا، لكن أفضل السبل لتوصيلها لهذه الفئة من الشباب أو صغار السن أيضا؟ والله شوف عزيزي، أنا اللي أشوفه في الوقت الحالي، يمكن طلعت حسابات كثيرة ويمكن في ناس علقوا عليها كثيرة من مشاهير قطر، أنا اللي بأكد عليه أن إحنا إذا كنا مشاهير أو حتى مش مشاهير، أنا مواطن عادي، مواطن أنتمي لهالأرض، لابد أن تكون عندي الهوية موجودة من خلال تعاملي، أسلوبي، أخلاقي، ودائما قطر مترفعة بأخلاقها، وهذا الشيء إحنا عرفناه من الحكومة، حكومتنا الرشيدة صاحب السمو اللي غرس فينا بأخلاقه الحميدة الكريمة. فبالتالي بيكون سهل جدا أن إحنا نتعلم هذا السلوك من خلال التواجد المستمر في الأشياء الإيجابية. التركيز على الشباب، إحنا قاعدين نبني جيل وقطر واعدة بأبنائها، يعني قطر في المستقبل هم الشباب نفسهم. نعم. على الصعيدين سواء كانوا فتيات أو حتى شباب، إحنا ننظر لقطر من خلال أبنائنا إذا بالفعل الأفكار الحلوة اللي قاعدة تطلع. يعني أنا بدورتي أستاذي العزيز وأختي العزيزة، الشباب هم أعطوني أفكار، صحيح. أعطوني أفكار وتصورات رائعة جدا ولابد يتم تفعيلها ويطبق، وإن شاء الله بنقلها هذه المقترحات إلى المركز الإعلامي للشباب، لأن بالفعل المركز هذا رائد جدا بأفكار نيرة. نعم. تخدم فيه الوطن والمواطن والمقيم أيضا. نعم أستاذ عايدة، إحنا يمكن دائما نقول الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، والحمد لله يعني دولتنا الحبيبة قطر يمكن اهتمت من خلال الركائز الأربعة الأساسية، الركيزة الأهم طبعا هي التنمية البشرية، بما في طبعا ضمن ذلك الدورات والندوات والورش دائما تقدمونها، وتسعون أيضا إلى أن أنتم فعلا توصلون الفكر الواعي والإيجابي الصحيح لشباب المستقبل بشكل عام. لما نتكلم طيب إحنا عن اليوم، أكيد يمكن العديد من السادة المشاهدين قاعد يتابعونا وحابين فعلا أن يلتحقون بهذه الدورات وهذه الورشة، خلينا نقول تحديدا، فكيف تكون آلية التسجيل بالنسبة حق العمر؟ تبتدي من كم، من أي فئة عمرية لأي فئة عمرية؟ بالنسبة للمجال الالتحاق بالدورة التدريبية، ممكن يتواصلون مع المركز الإعلامي للشباب، وهم دائما يقدمون ورش متنوعة توعوية للمجتمع ولأفراد المجتمع. بالنسبة لدورتي الخاصة بالدعم الهوية الوطنية، وخاصة إذا كانت على منصات التواصل، وأيضا إن شاء الله إلحاقا بدورات عديدة تخدم في بلادي، يعني في النهاية قاعدة أخدم بلادي وأخدم أيضا مواطنين وأيضا مقيمين في النهاية. هذا حق واجب علي، سواء علمت وتربيت في هذا البلد المعطاء، فجاء الدور أني أنا أعطي من خبرتي وأعطي من عطائي لأبناء بلدي. نعم. الجانب الأساسي أنه ممكن يسجلون، لكن يعتمد على الفكر، يعني أنا عندي مراحل معينة بمفاهيم وأساليب تختلف الفئة العمرية غير عن فئة الشباب. نعم. فأكيد مضامينها تختلف، محاورها تختلف، وإحنا يعني أنا أتأمل أن يكونوا متواجدين مع المركز الإعلامي للشباب وهم حاضرين معنا ومع جميع المختصين والمدربين في دولة قطر. نعم أكيد. يعني أستاذ عايدة، أيضا ذكرتي في سياق حديثك أن صاحب السمو الأمير وأيضا
نذكر ايضا صاحب السمو الامير الوالد يعني الله يحفظهم ويطول في اعمارهم، يعني كانوا قدوتنا، نراهم في كل مكان. سمو الامير الوالد كان غرس فينا ايضا حب هذا الوطن وحب الشعوب الاخرى وحب كل مقيم على ارض قطر، يعني كنا نشوفه في كل مناسبه وفي كل مكان وفي الاسواق ايضا، ومشى على هذا النهج ايضا صاحب السمو الامير الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني عسى الله يحفظه ويطول في عمره. ايضا لاحظنا يمكن قبل فتره بسيطه يعني يبوس اطفال صغار على الويلتشير وايضا يحييهم وينزل لهم في الشارع، هذا التواضع الكبير ايضا قرص فينا معاني كبيره أكيد راح تمثلونها وتقتدون فيها لنقلها أيضا لكل من يتقدم لهذه الورش. بالفعل، وهذه طبعا من الأشياء اللي احنا دائما نركز عليها في دوراتنا، القيادات الشخصية العظيمة، من هم أقرب القيادات؟ فدائما يذكرون السمو الأمير الوالد الله يحفظه وسمو الأمير الشيخ تميم، لأن بالفعل هم متواجد حاضرا قلبا وقالبا معنا، الله يحفظهم ويخليهم لنا إن شاء الله ويخليهم لقطر يا رب العالمين. نقل لصورة اختشوق وأيضا صورة جدا مشرفة وجميلة، التواضع، ودائما نقول من تواضع لله رفعه، فحكامنا هذه يعني أخلاقها القطر أكيد وأخلاقها القطر ولا شيء جديد والآن يعني. الأصداء حتى نتلقاها من خارج قطر لما نطلع، اختلف الوضع كثيرا في أيام سابقة، اليوم القطري محبوب من الجميع، أيضا مرحب فيه من قبل الجميع، ينقل صورة عن هذا الوطن وحب هذا الوطن وهذا الشعب الطيب الخلوق إلى خارج إطار الدولة. أكيد، لذلك إحنا جميل لما قاعدين نشوف نفس هذه الدورات دائما تعزز إحنا عندنا جانب مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن إحنا خلال فترة الأزمة، خلال فترة الحصار، يمكن طلعت إشاعات خلينا نقول فعلا كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن اليوم إحنا لما نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي هي صارت يمكن الشيء الأهم، خلينا نقول المنصة الأهم اللي قاعد تنقل جميع الأخبار. فبالعكس إحنا الحمد لله يمكن خلال هذه الفترة استغليناها خير استغلال، وهذا اللي إحنا يمكن نركز عليه دائما. عندي تعليق وهو أنا أسميه رسالة حب من مواطنة تحب بلادها وتحب أبناء بلادها. يرجى يعني أنا أتمنى من الكل لما يكونون في شيء اسمه هوية وفي شيء اسمه اسم قطر يمثلونه خير تمثيل، وهذا اللي احنا لأن بالفعل في ناس للأسف شديد واكتشفناه في الفترة الأخيرة، وهذا الشيء كان في وعي من أهل قطر من شبابنا وبناتنا أن عارفين ترى هذولا ما يمثلون قطر، هذولا ما ينتمون لقطر، فشيء طبيعي ما رح نتبعهم ولا نتبع سلوكياتهم ولا نتبع أهواهم، فبالتالي لازم اللي يمثل قطر وعنده حساب يمثل قطر لازم فعلا يكون خير تمثيل بأهمية هذه الدولة وأهمية من نعم، والدليل على هذا طبعا الملابس الرسمية في قطر في مدارسنا أيضا، والذي أكيد الكل يفخر فيه حتى في دول مجلس التعاون دائما يقولون قطر سباقة في كل شيء، وهذا طبعا أيادي صاحب السمو الأمير بيضاء في آمين في هذا الموضوع، واليوم أهل قطر كلهم على يد واحدة ومواطنين ملابسهم موحدة لا هناك تفرقة وأيضا حب يجمعهم دائما. طبعا في نهاية هذا اللقاء أستاذ عايدة الشراوي شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق في كل ما تقدمين من ورش، وأيضا نتمنى لوطننا العزيز القالي كل تقدم وازدهار بإذن الله تعالى. شكرا لكم حبيبي، يعطيك العافية، أكيد كل التوفيق لك، وأكيد نذكر السادة المشاهدين أن بخصوص أي دورات أكيد يقدرون يلتحقون فيها يتواصلون ويشوفون كل التفاصيل بما يتعلق بالدورات والورش وأهم العناوين. هاي كل اللي عندنا حاليا بما يتعلق بالفقرة الأولى، لكن ما زلنا أكيد مستمرين معاكم في برنامج في الضحى، لكن خليكم معنا فاصل قصير راجعين من بعده.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وأكيد ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج فين الضحايا. يمكن في فقرتنا الأولى تناولنا قضية جدا مهمة، راح نتكلمنا عن يمكن الهوية والتراث وأهمية محافظتنا طبعا على هذا الجانب، وذكرت أن فعلا دولتنا الحبيبة قطر أولت اهتمام كبير بهذا الجانب. طبعا لما نتكلم احنا أيضا عن التراث نتكلم عن الملابس التقليدية والملابس الشعبية، طبعا معظفتنا على الملابس طبعاً، وهي طبعا يمكن أكثر من يمثلنا الملابس دائما والهوية من خلال طبعا هويتنا القطرية وملابسنا ولهجتنا وكلامنا، وكثير أكيد يمثل هالقطار ومقيمين قطار. طبعا لذلك كانت في مسابقة أقامت، أو خلينا نقول نفس المعرض أقام أيضا في كتارة مشاهدينا. الجميل في الموضوع أنه ضم مجموعة كبيرة من المصممين والمصممات القطريات، بالإضافة إلى ذلك أيضا كان هناك طبعا نصيب من الدول المشاركة، كل من أكيد عبر عن هويته، عبر عن نفسه أكيد من خلال الملابس التقليدية الجميلة. فتفاصيل أكثر مشاهدين راح نشوفها في هذا التقرير، راح نشوف هذا المشروع، وأكيد لنا عودة. هذا المعرض باسم ملابسي هويتي، وهو معرض خاص بالفتيات. طبعا معظم الفعاليات التي تقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي تراثية، ولكن هناك ندرة في المهرجانات والفعاليات الخاصة بالنساء، فارتأينا أن يكون هناك مهرجان أو تكون هناك فعالية خاصة للمصممات القطريات لديهن اهتمام بالملابس التقليدية القطرية. كما ترى هناك 18 بوث في المعرض، وهناك تقريبا 18 مصممة قطرية شاركوا في هذا المعرض. هناك طبعا لوحات تراها على أجناب المعرض كأيضا معرض للوحات، ولكن الزين في هذه اللوحات هي طبعا هي تجسد التصاميم التي كانت تستخدم في الملابس التقليدية لدى النساء القطريات في السابق. الهدف من هذا المشروع هو إحياء التراث المتعلق بالملابس التقليدية في دولة قطر والحفاظ عليها. طبعا في ظل الظروف اللي تواجه الملابس التقليدية أو والتراث بشكل عام، هناك كثير من التحديات اللي تواجهنا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد من بعد ما شفنا هذا التقرير، وهذا التقرير الجميل اللي أكيد دائما يتكلم عن الهوية، ومهما رحنا ومهما جينا راح نتكلم عن الهوية القطرية في ملابسنا كرجال، وأيضا حتى الهوية عند النساء في ملابسهم. طبعا راح ننتقل الآن وناخذكم من جو الاستديو إلى مقر الأكاديمية الأولمبية القطرية في منطقة القرافة، والزميل محمد الحمادي. محمد صبحك الله بالخير وقواك الله. أسأل الله صباحكم بالورد، أسأل الله صباحكم بكل خير وسعادة. أصبح عليك خليفة الرماحي وشوق النقدي وكل من شاهدنا في هذه اللحظات. يوم جديد نتمنى فعلا أنه يكون يعني سعيد. نلتقي اليوم من خلال هذه الأكاديمية علشان نسلط الضوء على الدورات اللي يقيمونها بين فترة والثانية، ونسعد أن احنا نلتقي معهم من جديد علشان نتعرف مدى أهمية وجود هذه الدورات لكل منتسب على سبيل المثال، لكل رياضي، وحتى لكل من هو يعني يريد أنه يتعلم من الرياضة الكثير. أنت واجد مصبح بالخير، ونسعد بتواجده أكيد خالد القحطاني رئيس قسم الإعلام والتسويق. صبحك الله بالخير، ودي فعلا أتعرف عن دورة الإعلام اللي كانت قبل أيام، كيف كانت وكونك كذلك إعلامي.
يا مرحبا وسهلا فيكم وفي تلفزيون قطر هنا في الأكاديمية. طبعا أوجه التحية لأخوي خليفة رميحي اللي مكانه بين هنا دائما يكون متواجد معنا اليوم منور الاستديوهات، وتحية أيضا لشوق وتحية للمشاهدين الكرام. طبعا بالنسبة لدورة الإعلام هذه من ضمن سلسلة الدورات اللي طرحناها منذ الموسم الماضي. حنتكلم عن رابع دورة تطرحها الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. كنا أخذنا المجال الإعلام من عدة جوانب، فن التعامل مع وسائل الإعلام، تكلم عن دورة منصات التواصل الاجتماعي ودورها في ترويج الخبر، اليوم تكلم عن التنسيق الإعلامي الفعال كمؤسسة أو كجهة سواء حكومية أو جهة رياضية أو اتحاد نادي، كيف تتواصل بطريقة فعالة بطريقة مميزة مع المؤسسات الإعلامية، كيف تروج للخبر الخاص فيك، كيف تسوق للفعالية التي تقيمها. كان موجود معنا طبعا محاضر دولي من الأرجنتين، المحاضر مارتن مازور، وكان معنا أيضا الإعلامي اليمني رائد عابد مذيع قناة البي إن سبورت، المحاضر في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والمحاضر في معهد الجزيرة للتدريب والتطوير. كانت الدورة على مدار 5 أيام، كان فيها ما يقارب 25 دارس من عدة جهات، من عدة فعاليات، من عدة يعني مؤسسات، بالإضافة إلى الجمهور اللي حاب أن يطلع على هذا المجال. كان في هناك عدد من الناشطين وسائل التواصل الاجتماعي اللي حابين يطورون نفسهم في هذا المجال. يعني مثل ما أنت ذكرت بأن حابين أنهم يطورون نفسهم في المجال الرياضي تحديدا، من ناحية تثقيف، من ناحية توعية، تنمية مهاراتهم الرياضية. فاليوم إذا بنتكلم كذلك عن دورة اليوم اللي هي انطلاق دورة الإدارة الحديثة للمؤسسات الرياضية الأولمبية، يقدمها الدكتور منصور طوقي من عمان، يعني كيف وجدت هذه الدورة وأبرز محاورها؟ شوف، احنا نتفق في البداية ان الدورات اللي تطرحها الأكاديمية الأولمبية مش مختصة او مثلا مش معنية بالجمهور الرياضي فقط. ليش؟ لان لما تكلم عن الاتصال الإعلامي الفعال نحن نقول في المجال الرياضي، اوكي، ولكن لما تحضر انت من عدة من اي جهة، التواصل هو التواصل، ولكن احنا نحصرها في المجال الرياضي لان الأمثلة تكون في المجال الرياضي، الافكار اللي نحطها في المجال الرياضي، الفئة المستهدفة جميع المجتمع، شرائح المجتمع. احنا وجدنا لتثقيف المجتمع بالثقافة الرياضية، الثقافة الأولمبية، ثقافة المجتمع بشكل كامل. بالنسبة لدورة اليوم اللي هي الإدارة الحديثة للمؤسسات الرياضية، هذه النسخة او البرنامج الثاني، احنا نقول مستوى اول ومستوى ثاني. المستوى الاول كان من شهرين تقريبا، كان محاضر الاستاذ هشام العدواني، ايضا هو محاضر في التضامن الاولمبي في اللجنه الاولمبيه الدوليه، واليوم الدكتور منصور طوقي نفس الشيء، هو محاضر معتمد في اللجنه الاولمبيه الدوليه، محاضر دولي، تكلم عن الموارد البشريه، عن الامور الماليه، عن اداره المؤسسات الرياضيه، عن اداره المنتخبات. هذه مجموعه من المحاور اللي راح يتكلم عنها خلال الخمسه ايام من اليوم الى يوم الخميس. راح نتكلم عن العديد من المحاور، لأن الإدارة واحد والإدارة اثنين هذه مؤهلة لدبلوم الإدارة الرياضية اللي امتد على مدار عام كامل، احنا وصلنا فيه لنسخة رقم 9 في هذا العام. جميل جدا صراحة، أنا استمتعت من لحظة دخولي كذلك لهذه الأكاديمية من خلال الدورة اللي كانت موجودة أو لازالت موجودة، وجدت هناك من هم أبطال آسيا، هناك كذلك من حصل على كأس العالم في رياضات معينة، هل هذا يضيف لهم حتى لو وصلوا لمستوى كبير من الاحتراف؟ أكيد، لما أنت تكون كشخص محترف لازم توصل، يعني تحاول أنك توصل للكمال وتحاول توصل للاحترافية في العمل. لما تكون أنت كرياضي وتأخذها توثقها بشهادة أكاديمية، شهادة معتمدة، يعني اليوم أنت تتكلم عن هذه الشهادة تجيك من اللجنة الأولمبية الدولية، من التضامن الأولمبي، من الأكاديمية الأولمبية الدولية، من عدة جهات تتكلم عن الشهادات اللي تطرحها الأكاديمية الأولمبية، فأنت تصقل ما تعلمت على أرض الميدان في الجانب الأكاديمي، بكرة تكون أنت إداري محترف، إداري مثالي. يعني اليوم الكابتن ياسين إسماعيل بطل العالم في كرة السلة 3-3، أسطورة كرة السلة القطرية إذا تكلمنا عنه، اليوم هو ماسك المنصب الإداري بعد اعتزاله، ماسك رياضة 3-3، اليوم رياضة 3-3 دخلت في المجال في من ضمن الألعاب الأولمبية، يعني أصبحنا إن شاء الله نتأمل ميدالية أولمبية في رياضة 3-3، وخاصة نحن نتكلم عن منتخبنا اللي خذ للرجال خذ بطولة العالم، وكذلك منتخبنا للشباب خذ بطولة العالم، فإن شاء الله ياخذون ميدالية أولمبية. فاليوم ياسين كمسؤول على هذه الرياضة
لما ياخذ الدوره يشوف الاداره باحترافيه اكثر بشهاده اكاديميه راح يطبق اللي تعلمه على ارض الواقع. كذلك اتكلم عن دينا الطبيشي بطله اسيا في الرمايه في 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 منافسات السكيت، اليوم تاخذ هذه الدورات، هذه مش اول مره تحضر الدورات عندنا. اتكلم عن الاستاذ جمال الكواري امين سر اتحاد الدراجات، احد اللي قاموا على بطوله العالم للدراجات التي اقيمت في دوله قطر. فمجموعه من الحاضرين من اصحاب المجال الاداري والمجال الاكاديمي. ايضا اليوم احنا ما نتكلم عن المعتزلين، يعني نتكلم ايضا عن المستوى الموجودين اصلا. يعني اليوم احمد الدرويش نجم منتخبنا الوطني لكره السله لا يزال يلعب في المنتخب وجاي ياخذ دورات ويتطور ويطور من نفسه، بكره بعد الاعتزال هذه مخزون اكيد راح يضيف له الكثير لما يكون اداري محترف. بالتالي انت ذكرت نقطه مهمه كبيره جدا بان هذه الدورات للجميع، كل فرد في مجال معين لابد يتعرف كذلك على المجالات الثانيه علشان ينمي قدراته ينمي مهاراته. والرياضه كونها تلعب دور كبير جدا اليوم في قطر، وكيف ممكن ان انا اكون جزء من هذه الدورات؟ المجال مفتوح للجميع، أبوابنا مفتوحة للجميع. دائما ما نعلن عن دوراتنا عن فعالياتنا سواء في السوشيال ميديا أو عبر شاشات القنوات التلفزيونية أو أيضا حتى من ناحية الأخبار في الجرائد وفي موقعنا الإلكتروني. فاللي حاب أنه يسجل في هذه الدورات إما أنه يتصل مباشرة عبر الهواتف أو يسجل عن طريق الموقع أو يتواصل معنا على الدايركت مسج في السوشيال ميديا. ختاما نتحدث عن الدورة القادمة ألا وهي تأثير المنشطات الرياضية، ودي سريعا نبذة سريعة عنها. الدورة هذه دورة مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، هذه بالتعاون مع المنظمة الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادة. هذه دورة سنوية نطرحها برضو للجميع، ولكن أكيد الفئة المستهدفة الأكبر هي الرياضيين للتعريف أو التعلم ما هي أضرار المنشطات، ما هي أنواع المنشطات، كيفية الكشف عن هذه المنشطات. ممكن يكون في تطبيقات عملية في المختبر الدولي لمكافحة المنشطات الموجود في قطر. هناك العديد من الخطط التي تقيمها الأكاديمية في من ناحية هذه الدورة، هذه مش أول دورة تقيمها، دورة مهمة جدا بالنسبة للرياضيين وكذلك للأطباء أو للمعالجين في المنتخبات والأندية. كل الشكر لك، ونتمنى لكم يعني مزيد من التألق ومزيد من الإنجاز، نشوفك على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا على تواجدكم، يعطيك العافية. مشكور وما قصرت. إذن كل التحية لكل الأفراد الموجودين في هذه الأكاديمية، فعلا يساعدك على تحقيق مبادئ معينة ومناقشة كذلك محاور مهمة رياضية. فبالتالي على أمل أن احنا نلتقي فيهم كقادة في الرياضة، على أمل أن احنا نشوفكم إن شاء الله قريبا، ونعود للزملاء في الاستديو. الزميل محمد الحمادي شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم سيد خالد محمد القحطاني، بيض الله وجهك على هذه المعلومات الكثيرة. لكن أيضا الأكاديمية الأولمبية القطرية قدمت كثير من الدورات والورش، أيضا يعني يمكن أنا نقلت في فترة من الفترات كثير من هذه اللجنة، وأيضا كان ضيفنا السيد خالد محمد القحطاني اللي دائما يثري هذه اللقاءات بكثير من المعلومات وكثير من طبعا ما يقدم من خلال هذه اللجنة. شوقش عندنا اليوم؟ أكيد أول شيء طبعا نوجه لهم التحية بلا شك، دائما حريصين على أنهم يقدمون الأفضل في مجالات الرياضة. وأكيد مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم، بما نحن قاعد نتكلم يمكن عن الورش والدورات والتطوير في مجالات مختلفة، يمكن في بداية حلقتنا لهذا اليوم مع جولة الأخبار تطرقنا وتحدثنا أكثر عن الخدمات الصحية بشكل عام، وكيف أن احنا دائما دولتنا حبيبة تسعى إلى الارتقاء والتطوير لخدمة كافة السكان، ودائما يمكن من أحد أهم الأهداف والأمور الرئيسية أن طبعا تكون خلينا نقول صحة السكان هي تكون الأولوية دائما وأبدا. لذلك دائما تسعى دولتنا الحبيبة في أي يوم عالمي أنها تكون موجودة وحاضرة وتحتفل معهم. لذلك راح نشوف مشاهدينا وياكم هذا التقرير وعن احتفالات وفعاليات اللي نظمتها دولتنا الحبيبة قطر تحديدا في مجال الصحة والاحتفال باليوم العالمي للصحة تحت شعار الصحة للجميع. تفاصيل أكثر مشاهدينا راح نشوفها في هذا التقرير، ولنا عودة لكن بعد الفاصل. اليوم العالمي للصحة التقليد تبعته من الصحة العالمية منذ أكثر من 68 عام، وفي كل عام بيكون في سيمة لليوم. هذه السنة السيمة في كل العالم الصحة للجميع، وقطر كان عهد بها دائما سباقة في كل الاحتفالات العالمية. فالمؤسسة وبالتحديد قسم الطب الباطني
انتهزنا هذه الفرصة لتغطية الصحة للجميع. الفكرة الرئيسية بتقديم توعية صحية على مدى كل العام لكل المجتمع المقيم في دولة قطر، وكانت البداية بالطاقم القطري الطبي الشغال العامل في مؤسسة حما الطبية. محاضرات قصيرة بلغة بسيطة، 20 دقيقة لكل محاضرة، عن الضغط، السكري، الوزن الزائد، العادات الصحية يجب التخلص منها مثل التدخين، ضغوط العمل ومواجهتها، وكيفية الكشف المبكر عن مرض السرطان. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد، ونرحب لكل من انضم لمتابعتنا الآن وفي فقرتنا الأخيرة. طبعا في فقرتنا الأخيرة نركز الضوء ونلقي الضوء على مبادرة تطوعية شبابية تسعى لتحقيق ركيزتين، هي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر 2030. طبعا نستضيف اليوم، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة وهي صاحبة المبادرة نمتلك المستقبل، السيدة زينب إسماعيل علي. حياك الله أخت زينب. الله يسلمك، ومشرفتنا في الاستديو. الله يحييك. يعطيك العافية قادة العلاقات العامة في المكان. يعطيك العافية، سعيدين جدا بتواجدك معنا. يمكن نقول لسادة المشاهدين إذا ما كان عندهم خلفية أو معرفة كثيرة عن هذه المبادرة، هي حديثة النشأ وحديثة الولادة. عام 2015 تم إنشاء هذه المبادرة. خلينا نقول فعلا مبادرة أول شيء جميلة لأنها جمعت شخصيات كثيرة من مجالات مختلفة تحت مسمى واحد وتحت مبادرة واحدة. فنتكلم عن شلون جاتكم الفكرة من الأساس والبداية. أول شيء مبادرة اسمها نمتلك المستقبل، بدأنا كمجموعة من الشباب، كنا كل واحد كان عنده هدف ورؤية يختلف عن الثاني، بس كان يجمعنا التطوع وتطوير النفس وحب تطوير النفس. فش سوينا في هاليوم جمعنا وكذا، فيوم رحنا كنا نروح ورش نطور فيها نفسنا، فشفنا هاي الشيء قلنا ليش احنا ما نغير الشباب المجتمع. فجاتنا فكرة المبادرة وحبينا نوصل الفكرة هذه. بس زينب، أنت أصلاً تخصصك تماماً مختلف، أنت تخصص تمريض. صح. تماماً مختلف عن أن أنت تمسكين مثلاً الإدارة أو العلاقات العامة. فهل أنت قبل لا أنت تمسكين هذه خلينا نقول المنصب كان لك مثلاً أخذتي دورات وورش حساس أنك تقوين في هذا المجال؟ إيه نعم، كنت أردي أحب التطوع، وأردي أساساً مجال التمريض جاي من التطوع. فالتطوع هو اللي خلاني أخذ خبرات، أكتسب خبرات وتمارسين هذا المجال أكثر. عفواً. إيه نعم. خليفة، تدري إن شنو الحلو في موضوع أنهم عبارة عن مجموعة شباب، كل شاب فيهم عنده فكرة، عنده رؤية، عنده رسالة، عنده هدف، وكل واحد له تخصص مختلف. الحلو أنهم جميعهم اندمجوا تحت مسمى واحد، تحت مبادرة واحدة، ولذلك نمتلك المستقبل حتى مسمى جميل يمكن ولأول مرة نسمعه. لكن أيضا هناك أكيد أهداف من هذه المبادرات، يعني الأهداف المنشودة والمرجوة. هي الأهداف المرجوة تحقيق رؤية قطر 2030 في مجالين التنمية البشرية والاجتماعية للفئة العمرية من 15 إلى 21. فإحنا تركيزنا أكثر شيء تطويرهم في التنمية البشرية، وكمان أن نخليهم أعضاء فعالين في المجتمع من الجنسين.
من الجنسين؟ إيه نعم من الجنسين. نعم جميل. طيب لما احنا نتكلم عن الفئة العمرية اليوم احنا قاعد نتكلم عن عمر 15 إلى 21 سنة، يمكن بعض المشاهدين راح يزعلون ليش بس هالفئة العمرية؟ لأن هي الفئة أهم فئة اللي احنا لازم احنا نركز فيها، لأن فعلا ما عندهم أي خلفية، ما عندهم أهداف، ما تكون عندهم أهداف للحين في بداية حياتهم، ما يكونون عارفين وش المستقبل، مثلا صحيح. يدخلون تخصصات ما يعرفونها، أو أن يكونون في شخصيات انطوائية فما يكون عندهم أي خلفية في أي حاجة. يعني خصوصا لما اليوم نتكلم عن نقطة أنا أتوقع جدا مهمة، خلينا نقول حتى شوي فيها من الإشكال طلاب الثانوية للأسف. نعم. اليوم مثلا يدخلون يوصلون مرحلة مثلا أول ثانوي أو ثاني ثانوي ما يعرفون هم يروحون المسار الأدبي أو يروحون المسار العلمي أو شنو التخصصات اللي ممكن يروحونها، فأنتم نقدر نكون من خلال هذه المبادرة تعطوهم الوعي الأكثر بالتخصصات بمجال الحياة بمجال العمل، أيضا لكم يعني نقدر نقول علاقة ودخل في هذا الموضوع. أي أهم حاجة إحنا نركز في من قبل ما نسوي أي نسخة شو نسوي؟ نسوي لهم مقابلات. من هالمقابلات نقدر نحدد الشخصية اللي يكون مشارك معنا فنفهمه نقعد معاه، بعدها على هالأساس لما نكون في الفعالية نفسها لما يكون في الفعالية وكذا نكون محددنا يعني هو إيش محتاج إيش لوين وصلنا يعني دراسة احتياجات الفرد والمشارك. إيه نعم. نعم أستاذة زينب، أيضا هل هناك مسابقات، هل هناك جوائز لمن يعني يكون معاكم من طلبة مدارس أو من سن 15 إلى 21 يحتاجون هذا التشجيع؟ صح. هل هناك مسابقات؟ هل هناك جوائز؟ إحنا لما نبدأ الفعالية دائما تكون في فترة الإجازات، فترة إجازة الربيع وإجازة الصيف، يعني مرة الصيف ومرة الربيع. فش نسوي؟ نبدأها مثلا من الصبح أو الساعة يعني الظهر لين المساء، فتكون أكيد في ورش، تكون في مسابقات، في ألغاز، فدا نشغلهم فيكونون طول اليوم شغالين. يقولون أول ما نقول لهم في البداية المقابلة ترى أنتم بتكون من الساعة 12 للساعة 7 المساء يتكدرون إيه يقولون لا طويل وشي، بس أول يوم شوي يكون الوضع يكون غريب عليهم، ثاني يوم لا يعني يستانسون، ثالث يوم آخر يوم لا لما ما في بكرة ما بتسوون بكرة حلو لما نشوف أن يعني هم يتقبلون هذا الموضوع ويستانسون، خصوصا لما إحنا نقول أن أنتم دائما حريصين تقدمون باقة متنوعة خلينا نقول من الفعاليات والورش اللي أكيد بشكل كبير تخدمهم وتعطيهم أكيد يمكن الدافع أنهم فعلا حاد نفس ما ذكرت، يمكن في البداية تكون نظرتهم غير وبالختام تكون أيضا نظرتهم مختلفة. يمكن آخر الأمور اللي أنتم قدمتوها اللي هي كانت بعنوان تفكير جديد بداية جديدة، هي هذه الدورة الأخيرة. طيب أكيد أنتم ما زلتوا الحين قاعد تستعدون لإقامة دورة أخرى ودورة جديدة، فشنو أو كيف استعداداتكم؟ كيف تكون نقدر نقول الدراسة اللي تبنون عليها الفعالية والمبادرة والورش؟ نسوي أول شيء من الدراسة من آخر فعالية سويناها نسوي استبيان، فإحنا نكون عارفين هم إيش محتاجين. يعني آخر مرة كان تفكير جديد بداية جديدة أوكي، فكان عبارة عن تغيير، فيوم شفنا هم لوين وصلوا أو الاستبيان اللي إحنا وصلنا له. الاستبيان من الطلاب نفسهم المشاركين. نعم. نعطيهم استبيان أوكي. فمن الاستبيان هاي إحنا نحدد هم إيش محتاجين يعني حق النسخة الثانية، فجروب جديد، مدربين جداد، خطة جديدة من الـ A to Z ونبدأ نشتغل في الموضوع هذا. نعم سيدة زينب، أيضا يعني يحضرني سؤال الآن، يعني الفئة المستهدفة من 15 إلى 21 إذا طلبت مدارس، هل توافقون أيضا في أوقات الدراسة؟ يعني إحنا دائما يمكن الاعتذار يجي من طلابنا حيث أنهم في وقت الدراسة، لكن هل أنتم تقيمون هذه الدورات والورش مثلا أثناء الإجازات السنوية أو أثناء الإجازات ولا أثناء حتى وقت الدراسة؟ فترة إجازة الربيع والصيف هاي الفترات اللي احنا دائما نسويها، لان صعبه علينا لان هم طلبة مدارس خصوصا اللي قاعد تقولي يعني بالنسبه حق الفتره من الساعه كم للساعه كم صعب إيه. من 12 الى 7 مساء اذا يرهق حتى الطالب. نعم. اذا دوراتكم وورشكم في إجازات. فتره الاجازات فتره فقط. الاجازات فقط. نعم. نعم. جميل. نقدر نقول يعني احنا يمكن ذكرنا العديد من الاهداف اللي انتم دائما تسعون الى تحقيقها، واحده من اهمها طبعا تحقيق المساهمه فيما يتعلق بالتنميه المجتمعيه. جميل ان انا يمكن ذكرت في بدايه حديثي وارجع اقول ان احنا لما نتكلم عن هذه المبادرة أو هذه طبعا الموضوع المميز قلت أنه هو حديث النشل، لكن مع ذلك حصد على جوائز، هذا دل على فعلا أن الشغل قاعد تشتغلونه شغل صحيح، قاعد تمشون على سلم ثابت خطوات ناجحة. فنتكلم عن الجوائز اللي خذتوها خلال هذه الفترة. خذنا الجائزة من المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية، بارك لكم طبعا الله يبارك فيكم سهلون. أوكي والحمد لله استانسنا فيها لأن يعني عطونا على أساس إن من النسخة الأولى لين النسخة الخامسة اللي سوينا منذ إنشاء المبادرة لين شهر واحد يعني
على اساس الاشياء اللي احنا كنا نقدر نقول فعلا هذا انجاز ايضا يضاف الى رصيدكم، خصوصا ان انت ذكرت انا يمكن في البدايه عام 2015 تم انشاء هذه المبادره من قبل شباب، لكن دائما انتم تسعون من خلال الاهداف ان انتم ايضا تمشون بما يتعلق بالسلك او نقدر نقول الاهداف العالميه. اكيد يعني انتم في دراسه الحين، في دراسه اي في دراسه معين ان احنا لازم نتجه للسلك يعني للمجال العالمي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اذا اذا سيده زينب ايضا يعني من خلال هذه الجوائز اكيد اللي تعطيكم دافع انكم تقدمون المزيد. أكيد. لكن على مدى من النسخه الاولى الى النسخه الخامسه ذكرتي هناك اكيد فروقات وهناك اكيد اضافات. نعم. ما الذي اختلف بين النسخه السابقه والنسخه الحاليه؟ أول شيء قمنا نضيف أقسام جديدة في المبادرة نفسها. قمنا نشوف أن إحنا محتاجين بين أعضاء المبادرة تدريب ثاني. فقمنا ندربهم، الحين بدينا في البرنامج التدريب بين الأعضاء والمتطوعين اللي معانا والنواب. فيعني الحمد لله، فكل مرة يعني نطلع شيء جديد، يعني مثلا ما نستمر على جدول معين أو هذا الأفضل. كم عدد المنتسبين لكم؟ المنظمين والنواب تقريبا بين 14 ل16 تقريبا. جميل. طبعا أكيد احنا نوجه أيضا الدعوة لجميع السادة المشاهدين، خصوصا لأعيالهم مثلا أعمارهم تتراوح بين 15 وبين 21، دائما دائما في برنامج في الضحى نسلط الضوء ونركز على هذا الجانب. المبادرات الشبابية والمراكز الشبابية اليوم صار لها دور كبير أكيد في تثقيف الطفل، في تثقيف الشاب، في تثقيف أي شخص ممكن يلتحق ويسجل معهم، لأن أكيد الدورات اللي تقدم والورش تقدم تكون بالمرتبة الأولى ترجع إلى مصلحته وأكيد إلى مصلحة المجتمع. إحنا نقول يمكن دائما أي عمل يكون ناجح لابد يكون أيضا هناك في شراكات أخرى، فهل أنتم من خلال هذه المبادرة تم طبعا شراكات مع مؤسسات أو مراكز، أو في نية إن شاء الله أن يكون في شراكات مستقبلية؟ إيه نعم، في كل نسخة إحنا دائما يكون عندنا رعاة نغيرهم. لأننا نبي ناخذ الخبرات حتى من الرعاة. حلو. فهالمرة غيرنا السيستم حتى، فسوينا رعاة دائمين، فقمنا نسوي اتفاقيات مع رعاة دائمين، وأردي كنا الحين من فترة مشتركين مع الفيصل، مع نماء، مع مراكز ثانية، لحين في تطوير الاتفاقيات. إن شاء الله يوفقكم، ودائما إحنا أكيد نسعد لما نشوف هذه الاتفاقيات، خصوصا أن اليوم نتكلم إحنا عن هدف واحد، أكيد إحنا نقول تطوير أول شيء رأس المال البشري وأكيد تطوير المجتمع، وهذا أيضا يدخل في رؤية قطر 2030. إحنا ودنا أيضا شوق أن نعرف ما هو جديد في القريب العاجل بالنسبة لهم. شهر 6 أنا أقول لك من الحين. شهر 6 إن شاء الله بعد العيد راح تكون إن شاء الله النسخة السادسة لنا، ولحين قاعدين نحضر لها من الحين عساس أن قبل رمضان نكون تقريبا خلاص عارفين البرنامج كامل إن شاء الله. إذا نقول يعني في خطوات بتأني، دراسة بتأني إن شاء الله، عساس أن تكون الخطة أو نقول الدورة والفعالية تكون أكيد مميزة. كلمة ورسالة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين. أهم شيء إنه يشتركون معنا، وراح آخر فترة راح نفتح باب التسجيل إن شاء الله في الفترة الجاية. نعم أكيد دائما نقول مساهمة الشباب في التنمية البشرية والاجتماعية تحقيق رؤية قطر 2030، هذه واحدة من أهم أهدافكم اللي دائما تسعون إلى تحقيقها. السيدة زينب إسماعيل علي قائد العلاقات العامة لمبادرة نمتلك المستقبل، شاكرين لكم تواجدكم. شكرا. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أيضا النسخة تكون مميزة، تكون مميزة أكثر حتى من النسخة السابقة، لأن دائما تعودنا على هذا التميز في كل نسخة تطلقونها. شكرا لك. شكرا. سيدة زينب إسماعيل علي، شكرا جزيلا لك، نورتي الاستديو وبارك الله فيك، نتمنى لكم دائما التوفيق في القادم من أعمالكم. أوكي، منورين. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
عودة لكم مشاهدينا من جديد، ومع هذه العودة نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج في الضحى. قدمنا لكم أكيد فقرات كثيرة متنوعة، أتمنى أنها تنال على رضاكم. وطبعا أكيد نذكر صدى المشاهدين اللي توم قاعد يشوفونا، تقدرون أكيد تشوفون الحلقة كاملة بالتفصيل على مواقع التواصل الاجتماعي والظاهرة طبعا أسفل الشاشة www.qtv.qa. نعم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نتمنى أن قدمنا لكم ما يرضيكم ويسعدكم أيضا، ونقول لكل مشاهدينا ومتابعينا استمتعوا بهذا الجو الجميل اليوم، الدنيا مقيمة وأمطار خفيفة على البلد، نقول الله يجعلها أمطار خير وبركة علينا وعلى الجميع، ونشوفكم بإذن الله في يوم الغد، في أمان الله.